بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا مرحبا فيكم. إن شاء الله اليوم راح نطلع لايف مع أخوي أمين التاجر. مثل ما شفتوا في آخر بوست اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن المجال اللي دائما حاليا نشوفه صاير كثير الناس تتكلم عنه, اللي هو الـ AI, الذكاء الاصطناعي. فراح نتعرف عن الذكاء الاصطناعي من أخوي أمين التاجر. أخوي أمين عنده خبرة 15 سنة في هذا المجال, فحسيت أنه هو أفضل شخص ممكن إحنا نتعلم ونتعرف عن هذا المجال وكيف ممكن أن إحنا ممكن نستفيد من هذا المجال. فنشوف إذا أخوي موجود أمين التاجر, فخلي يطلع معنا لايف. موجود. هلا اخوي علي, شلونك؟ شو اخبار اخوي امين؟ بخير الله يسلمك. شكرا, الله يحييك. شكرا على الاستضافه اليوم. الله يسلمك, مشكور على الحضور ونتشرف اخوي ان شاء الله. حاضر لك والله, كنت انتظر هذا اللقاء من زمان مثل ما تعرف. حبيبي لك دور. اخيرا قدرنا. فطبعا انا قدرت حاولت ان اعرف المتابعين عنك, ولكن الأفضل نسمع منك تعرفنا أكثر عن نفسك. فحياك. إيه أكيد, ولا يهمك. اسمي أمين التاجر, أنا حاليا رئيس التنفيذي حق شركة اسمها INFINITEWARE. إحنا شركتنا مختصة بالذكاء الاصطناعي. أنا شخصيا اشتغلت في أمريكا من قبل, اشتغلت في أرامكو السعودية بعد في Research and Development, وكان تخصصي في البداية مجال تطوير الألعاب, وبعدين قدرت أجيب مجال تطوير الألعاب وأدخله حق أرامكو. بس الفرق إنه ما كنا نطور ألعاب هناك, نطور سيميليشن حق الشغلات لها علاقة بالبترول. فهاي اللي كان المدخل حق أرامكو. وغير ذي حاليا جوجل ديفلوبر أكسبرت, في منا تقريبا 150 في العالم, بس في صرفة المشين ليرنينج اللي هي تعلم الآلة اللي إن شاء الله اليوم نتكلم عنها. فشيء جدا فخور فيه. مثل ما قلت في INFINITEWARE الشركة مالتنا شغالين مع الداخلية في البحرين, شغالين مع بنوك, شغالين مع كثير من الشركات, STC, زين, باتل كوتك. طبعا تقدرون تشوفون الموقع اللي هو infinitewear.com عشان تعرفون الزيارة. ان شاء الله ان شاء الله. فطبعا يعني هاي معناته انت حاليا مو موظف, انت entrepreneur, يعني صاحب شركة INFINITEWARE, فشيء جيد. فنبدأ اخوي امين, احنا نبي نتعرف اول شيء. عرف لنا يعني بصورة أبسط ما يمكن, عرف لنا إيش هو AI, الذكاء الاصطناعي. أي أكيد, هو عادة إذا الواحد يتحكي عن الذكاء الاصطناعي عندك أكثر لوارد كلها عبالهم أفكار غير, كلها اللي عباله فيلم الترمينيتر, اللي عباله الذكاء الاصطناعي بيبي يضحك في الليل وذي الأكشن يسمع عنه. بس في الواقع الذكاء الاصطناعي بعيد كلش عن هاي الأفكار اللي قاعد نسمعها في التلفزيون وفي الأفلام. بشكل عام الذكاء الاصطناعي ان انت بطريقه معينه تقدر تعطي بعض القدرات اللي عندك اياها كانسان, مثل النظر, مثل السمع, مثلا فهم اللغه, مثلا خلينا نقول قدرات التعلم نفسها اللي جدا صعبه باي ذا واي, زين, ونحاول ناخذ هاي الشغلات الحلوه دي ونخليها في الكمبيوتر. اذا احد ما له في البرمجه يمكن عباله الموضوع وايد سهل, لكن اذا انت مختص في البرمجه وصار لك فتره طويله تعرف ان هاي السوالف ترى وايد صعب ان الواحد يخليها في البروجرام. يعني انت as a programmer تخليها الحاكي, انه مثلا اذا اعطيك مثال على اساس اعرف خيالي, تخيل انه مثلا ابي اسوي برنامج يعرف الفرق بين القطاوه والكلاب فرضا. لو بتقول حق المبرمج يسوي لك دي الشغله بيقعد يضحك لك, بيقول لك وين ابدي, في اشكال وفي انواع وفي سايزز وفيها تفاصيل. فبالمجال الذكاء الاصطناعي طبعا تخصص وايد عود, يعني تخصص جدا جدا كبير, في شغلات لها علاقه بالجيمينج وذي الامور. بس الشيء اللي خلى العالم الحين كله يصير فيها الهبه العوده شغلة يسمونها تعلم الآلة أو المشين ليرنينج. والفكرة من المشين ليرنينج كلش بسيطة, أن أنت بدل ما تكتب البرنامج وتكتب الكود اللي حقق لك الشيء اللي تبغيه, تقدر تقول حق الذكاء الاصطناعي أنا بس بعطيك أمثلة وبقول لك الأمثلة اللي أبغيها, وبعدين أنت بروحك حل الموضوع, ما أدري شلون بتسوي السالفة بس سواها. فمثال على نفس اللي ضربناه ساعة عن القطاوة والكلاب, أقدر أن مثلا أنا أعطي صور حق مثلا من القطاوة حق البرنامج مالي اللي هو يعتبر شيء جينيريك, يعني شيء عام ما في اي تخصص, واقول له ان ترى هاي اللي قاعد اعطيك الحين الصوره دي صوره قطوه, هاي صوره كلب,
افتراضي طيب، وتسوي ذي العمليه على قد الصور اللي عندك اياها، وفي النهايه هذه الخوارزميه اللي نسميها الخلايا العصبيه او النورال نتورك بروحها بتقدر تقول لك الفرق بين القطاع والكلاب بدون ما تبرمجها. فهذا الجمال، فانت كانسان شغال في هاي المجال ما تتطلب انه يعني ما تحتاج انه تكتب الكود وتبرمج، ما عليك الا تجمع ديتا، تجمع بيانات، يو بيش ات فور هاي سيستم اللي هو يعتبر جنرال سيستم ويعطيك الحل حق المشاكل. طبعا انا الحين اعطيتك مثال عن القطاع والكلاب اللي يمكن بعض الاوادم يعتبرونه مثال بايخ وما له داعي، لكن نفس الكونسبت تقدر تطبقه في البزنس. تخيل مثلا اخوي علي عندك بنك، الحين البنك من اكبر المشاكل اللي عند البنوك ان انت تفرق اذا عندك عمليه مثلا فيها احتيال او عمليه صج لجت، عمليه يعني ما فيها احتيال. شلون تقدر تعرف التفاصيل؟ في عندك وايد متغيرات، عندك مثلا اوادم اللي بيشترون مثلا وهم مسافرين في امريكا، او مثلا اللي واحد بيشتري وشابك على الفي بي ان مثلا من المانيا، فعندنا وايد عوامل تخلي ان النظام يكتشف ان انت قاعد تسوي عمليه حقيقيه ولا عمليه مثلا فيها احتيال، شيء جدا صعب من الواحد يسويه. بالذكاء الاصطناعي البنوك عندها معلومات وايد من السابق، فاذا بغيت ان انا الخص لك تعلم الاله او اللي هو جزء من الذكاء الاصطناعي، تخصص من الذكاء الاصطناعي يخلينا نسوي برامج بدون ما نكتب كود، ما علينا اللي احنا نوفر شنو امثله حق البرنامج. اوكي تمام، اعتقد تذكرت من ذي الكلام، اعتقد سمعت بودكاست كان يتكلم عن هذا الموضوع، وجوجل عندهم ايضا برنامج او تطبيق ديب مر شيء كذي يعني اسمه، طبقوا على الاي اي، كان يعني هذا اللي اتذكر الموضوع انه كان يبون يخلونه يتعرف على يدخل على اليوتيوب ويتعرف على وجوه الناس على يعني بشر، ولكن نعم. هذا البرنامج او هذا الذكاء الاصطناعي قدر ايضا يميز ان في شيء يسمونه انيمالز القطاوه، فتعرف إيه. عليهم بنفسه بدون ما هم يبرمجونه. فاعتقد هاي ايضا مثال جيد على هذا الموضوع. اي نعم، فمثل ما قلت انت، هو طبعا جوجل من اكبر البلايرز باي ذا واي في هاي المجال، وعندهم حتى ذير برودكتس اند سيرفيسز اللي لها علاقه بالذكاء الاصطناعي. يمكن سمعت عن الحوسبه السحابيه الكلاود اللي مر عليك من قبل علي. طبعا اذا بديش انت الحين جوجل وبتحاول تدش على موضوع الكلاود، بتشوف السيرفيسز مال الكلاود مالتهم ملغمه سوالف لها علاقه بالذكاء الاصطناعي. يعني حتى كواحد ماله في البرمجه، اتس ريلي ايزي ان تدش على سيرفيس عندهم اسمها اوتو ام ال، ما عليك الا تجمع الصور مثلا وسوي الشغله اللي قلتها لك اللي اسمها كلاسيفيكيشن. تحط صور مثلا تقول هاي صور بيتنا، هاي صور مثلا بيت يدي، وهاي صور بيت مثلا خاله، هاي صور بيت عمي، وبعدين تطق حبه كلاسيفاي، بروحه يقدر يقول لك عقب ما تشوف ايش قد امثله، يقدر يتعرف على البيت مالك مثلا لو تعطيه اي صوره حتى لو من زاويه غريبه. لان الفكره من المشين ليرنينج ان انت تتعلم من الامثله، فالقدره انه يقدر يسوي لك الشيء. ومثل ما قلت انت، جوجل عندهم برودكت اند سيرفيسز تخلي لك الموضوع سهل حتى حق الادمي اللي ما له في السوالف ترى. اوكي زين، بعد نعرف ان مري هل في انواع من الاي اي ولا نوع واحد؟ اكيد هو شوف، الفكره ان في عندنا ذي المجال العود اللي يسمونه الذكاء الاصطناعي، ترى قديم باي ذا واي، هاي مو شيء جديد يعني. ترى هاي التخصص موجود من الخمسينات بس الاوائل ما يدرون عنه. فاي كانوا في شغالين طبعا بروفيسورز، وكان من دكتور ذيك الحازه في جامعه يسمونها دارتموث، سوري في كونفرنس سووه يسمونها دارتموث، فكانوا متجمعين فيه وكانوا يحاولون انهم يسوون طريقه برنامج، يسوون برنامج ذكي جدا يقدر يكون يعني قدرته في حل المشاكل نفس قدره الانسان. فكانوا اشتغلوا على شغله يسمونها سيمبوليك اي اي، والفكره منها شنو؟ انا اذا عندي مشكله نفس خلينا نقول التيك تاك تو اللي هي لعبه الاكس او زين حق البحرينيين، نوعيه من هالمشاكل الحل مالها وايد سهل حق الاي اي. يعني تخيل انت تبي تسوي لك الاي اي مال اللعبه اللي يلعب ضد الانسان، شو الفكره؟ ان انت تكتب الكود داخل البرنامج مالك، تقول مثلا اذا واحد خلى الاكس فوق كلش على اساس اصك عليه بخلي الاو هني، هاي التفاصيل هاي الشروط وهاي اللي مثل ما نقول الكونديشنز عن طريق الاف الس. طبعا في البروجرامينج في شغله يسمونها اف الس، زين اذا صار شيء سوي شيء، اذا صار شيء سوي شيء، هاي شغله من الكونديشنز اللي تسويها البرنامج ان واي يبدي يشتغل كأنه انسان، يصير عنده قواعد معينه يمشي عليها لان بغى انه يحل مشكله معينه. طبعا في مشكله مثل التيك تاك تو تحل لك ذي السالفه، لان المشكله ما بمعقده، عندك المساحه او مثل ما نقول probability space جدا صغير. بس لما نتكلم عن مشكله وايد عوده، مثلا تخلي لك روبوت وتقول له انزين ابيك تبطل الباب وتروح تجيب لي خبز مثلا، تبدي المشكله تبدي السرعه اصعب وايد. وين تبدي تكتب الكود؟ هل تقدر
تذكر كل الحالات اللي ممكن تصير على اساس البرنامج يتعامل معاها. وهاي الشغله طبعا ذيك الحازه ما كان، طبعا نتكلم عن الخمسينات، ما كان الموضوع موجود لهم. بس في يوم وليله اكتشفوا ان شنو، ترى اوه موضوع الذكاء الاصطناعي وايد اصعب من اللي كلنا نتوقعه، ترى موضوع اكستريملي ديفيكولت. وبعدين لفتره من الزمن طلعت اكثر من خوارزميه، اغلب شيء مشهور الحين يسمونه الارتفيشال نورال نتورك، يمكن مر على وايد اوادم، اللي هو يسمونه الخليه العصبيه، الخلايا العصبيه او الشبكات العصبيه. مشكله دي الخوارزميه على انها موجوده ترى من سنين، اكثر من تقريبا من 30 سنه الحين او 40، انه ما حد كان يقدر يشغلها لانها تتطلب قوه كمبيوتر جدا عاليه. يعني لو بتشغلها على كمبيوتراتهم على ذيك الحزه ما بتمشي الامور. بس لما تتغير ذا الموضوع سنين قدام طلعت لنا سالفه الكلاود. لا انا ما اريد، انت جربت الكلاود من قبل اخوي علي، بس الفكره من الكلاود ان انت بدون ما تبرز لك داتا سنتر وتصرف عليه الدين والدنيا زين على اساس انه تشغله وتخليه يسوي لك الشغلات اللي تبغيها، شركات عوده مثل امازون، اي نعم امازون ويب سيرفيسز مثال على بالضبط امازون ويب سيرفيسز، جوجل كلاود بلاتفورم، مايكروسوفت اجر، كل هذه سيرفيسز مشهوره وتسمح لك ان انت تختار عدد الكمبيوترات اللي تحتاجها، قوه الكمبيوترات اللي تبغيها، وبعدين تقدر تشغل الشيء اللي تبغيه. فالاوائل مكتشفوا ان مع شغله مثل من هاي السالفه يعني مثل الكلاود نقدر نشغل الحين عليها الخوارزميات اللي ما كانت تشتغل من قبل، اللي هي مالت المشين ليرنينج. انزين، ومع وجود الداتا الحين عندنا، انت تعرف الشركات مثل فيسبوك اللي كل يوم عندهم سالفه تسوي وياهم، تعرف تويتر وهالامور، هاي السوالف طبعا هم ليش العالم كله يتحكى عنهم ذن الشركات؟ لان قاعدين يسيفون داتا الدنيا والدين عني وعنك، صح؟ تحط صوره يسيفون عليك، تمشي انت في السكه تليفونك في فيسبوك يسجلون عليك داتا. في النهايه ليش يسوون ذا الكلام؟ لان عندك القوه مالت الكمبيوتر العاليه والبيانات الكافيه تقدر تسوي وايد شغلات لها علاقه بالمشين ليرنينج. اقدر اعرف مثلا خطوتك القادمه شنو؟ انت وين بتروح؟ شنو تحب تاكل؟ الاكل المفضل مالك؟ اعرف مثلا اوكي هذا يوم الخميس يطلع ويا ذن الشباب، يوم الجمعه يروح ويا زوجته مثلا هالمجمع. هاي التفاصيل وايد سهل ان الواحد يسويها في العالم اللي احنا قاعد فيه بسبب الذكاء الاصطناعي. طبعا هاي كل اللي ذكرته يسمونه المشين ليرنينج، تخصص خاص داخل الذكاء الاصطناعي. بس الذكاء الاصطناعي كامل نفسه في تخصصات وايد غير، في عندك شغلات لها علاقه بالالعاب. يعني مثلا انا كمبرمج العاب لو بتشوف الشغلات اللي نسويها حق الاي اي ما لها علاقه بالديب ليرنينج والمشين ليرنينج اللي تكلمنا عنه. زين، بس الحلو فيهم ان كلهم داخل الدائره دي العوده اللي نسميها الذكاء الاصطناعي. اعتقد عن موضوع ان هم مثلا فيسبوك مارك زوكربيرج زعل لما ايفون غيرت في يعني السيستم مالها والابديت مالها انه يكون ريستريكتد، فلان خسروا يصير اكسس على داتا مال الناس. ف وانا بعد هذه الشغله هذه الشغله علي دقطع كلامك بالخير، يمكن ما يدرون لوادم وايد وايد ما يدرون عبالهم، اذا انت تركب لك فيسبوك على تلفون مالك يعني انت ترى وضعك صعب وخطير. الواقع انه شنو، تعرف في بعض البرامج يعطونك الشانس ان انت تقدر تسوي لوجن مثلا بالفيسبوك بس مالك على البرنامج. يعني انت مو شرط تنزل لك برنامج على اساس ان انت فيسبوك يعني يدشون عليك يعرفون معلوماتك. انت من عندك يعني اي بروجرامر في الدنيا يوم من الايام يبغي يحط سبورت حق سالفه اللايك والديسلايك داخل الموقع، سوري لايك بس داخل الموقع مالهم او داخل الابس مالينهم، باي ديفولت قاعدين يبون كنا فيسبوك يخلون فيسبوك يطلون عليك كامل. زين، بس لان تركبها البلجن، فحتى لو انت مثلا مو مركب لك فيسبوك بعد قاعدين يمن عليك داتا. فمن كذي ابل قالت اكسبليسيتلي، مع ان انا ما احب ابل صراحه، بس نسوي هاي الشغله لازم ترفع لهم الكبوس. زين، قالوا ان اذا تبون انتم كفيسبوك تسوون هالحكي كامل حتى في البلجنز مالينكم، يو هاف تو تيل الكاستمرز مالينا عن الموضوع. زين، وفيسبوك مثل ما قلت صارت سالفه عوده بينها وانه مو من حقكم. زين، تبي تبوق بيانات العوالم وتزعل ما تبي تبوقها، يعني ما يصير له. نعم، موضوع انه ما تحب ايفون هذه ابل انا ما اخلي اخر شيء بسالك ليش. اوكي، ما في مانع. زين، ف مثل ما قلت لك انا بعد قريت من قبل مثل ما انت ذكرت بعد ان ترى هذا المجال مو بتو جديد، يعني من الخمسينات، وقريت عنه يعني انه شلون تطور هذا المجال او الاي اي شلون تطور. اذكر في بودكاست بعد سمعته ان شلون كان مري، ما اذكر الشركه، ولكن الروبوت اللي كان يلعب مع كان يلعب شطرنج مع افضل لاعب في العالم، مري شنو سالفه معك؟ اي هذه، شوف الله يسلمك، في السابق على اساس تقدر تقدر الحين وين وصلنا في الذكاء الاصطناعي،
في السابق في شركة طبعا معروفة الحين موجودة يسمونها اي بي ام، اكيد تعرفونها، شركة وايد معروفة. اي نعم، اي بي ام. اي بي ام اي اي بي ام شركة وايد معروفة، وتخصصها انها تسوي مين فريمز، اجهزة وايد عود وسيرفرات، والبنوك اللي في البحرين وبرا البحرين يتعاملون وياها وايد في سوالف، في وايد اشياء. فاي بي ام بغت في فترة من الزمن انها تطلع فيها شوي، ايش قالت؟ قالت احنا بنسوي لنا سيستم يسمونه ديب بلو. ديب بلو شنو الفكرة منه؟ بالضبط. ايوه، ديب بلو قالوا ان احنا بنسوي سيستم بنقدر نغلب فيه طبعا اكبر بطل ذيك الحازه، انزين، اللي هو اسمه كاسبروف، أذربيجاني. جدا معروف. أذربيجاني. ايوه اي كاسبروف، صح، جدا جدا معروف كاسبروف، انزين. فطبعا حطوا جهاز وايد عود، اذا شفت الصوره او في الفيديو، جهاز جدا عود كذي يسمونه راك، انزين، في اللي شغالين في الكمبيوتر سيرفرات، راك كلش عود وكله ليتات زرق يخرع عشان يبينه من الفضاء. وقاعد يلعب الريال، يعني يحط الخطوه وهذاك يحسب يولع ليتات وذي، وبعدين يختار الخطوه الثانيه. بالضبط. اللي ما يدون الاوادم طبعا الجهاز ما كان يعتبر ذكي، الجهاز كان يسوي حيله، انزين، وكان يغلب فيها الادمي، لكن الاوادم ما كان يعرفون. شوف في الشطرنج الله يسلمك، يعني انت تعرف ان عندك 8 في 8 صح؟ يعني عندك 64 مكان تقدر تخلي فيه البيسز مالتك. ولين تشيل الاشياء اللي موجوده عندنا بتصفى على رقم تقريبا يمكن 40 او 45 في الحدود اتوقع، المساحه اللي تقدر، الاحتمالات اللي تقدر تستعملها اذا بغيت تحرك الاشياء. ففي الكمبيوتر على ذيك الحاسه ويا الجهاز مالهم شنو كانوا يقدرون يسوون؟ يقدرون يجربون كل الاحتمالات اللي تفوزهم، تعطيهم اكبر نسبه نجاح كل مره يلعب الخطوه مالته كاسبروف. فاذا تفكر فيها ما كانوا اذكياء، كانوا يجربون كل الاحتمالات. زين، واللي نفعهم ان هم كان عندهم طبعا ذيك الحاسه سوبر كمبيوتر مقعد في راك واحد، فهاي الحاسبه تستوي وايد بسرعه. بس من ناحيه الذكاء ذا الموضوع ما كان موجود، وغلبوا كاسبروف باي ذا واي، معناه هو غلبهم في ماتش واحده اذا مو غلطان، اللي هي كانها اول واحده. تغيرت الحين السالفه، شنو صار؟ في عندنا شغله ثانيه اصعب من الشطرنج يمكن مرت عليك، يسمونها الجو، لعبه الجو، لعبه صينيه، زين، وتعتبر وايد اصعب من الشطرنج. ليش؟ لان المساحه وايد اكبر، فالاحتمالات جدا 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 رفيعه. يعني قاعد اقول لك في اللعبه ذيك اللي اسمها الجو تقريبا 10 اس كنا 68، اللي هو يعني 10 وصوبها 68 صفر من مجموعه احتمالات، زين، اللي لازم انت تحسبها على اساس تختار لك افضل خطوه. فهذه الشغله ويا لعبه الجو ما كانت تناسب، لان حتى لو بتجيب لك سوبر كمبيوتر لو عندك كلاود ما تقدر تاخذ قرار جدا سريع في سبيت سكند، او مثلا حتى لو بتاخذ دقيقه تفكر بعد ما بتقدر تحصل الجواب، لان عندك احتمالات وايد ما يخلصون. لا، فلعبه الجو اللي صممتها شركه ديب مايند اللي هي الحين سبسيدري حق جوجل، ايش قالت؟ قالت احنا بنستعمل الذكاء الاصطناعي، زين، بنستعمل بالخصوص المشين ليرنينج على اساس ان احنا نقدر نوصل حق الجواب. فخذوا وايد امثله وفيديوهات حق الاوادم اللي لعبوا لعبه جو، معناها تعتبر وايد اصعب من الشطرنج باي ذا واي، وخلوا الايجنت مالهم مال الاي اي يتعلم من السالفه، وقدر يغلب مين؟ يغلب بطل العالم مال لعبه الجو. هاي شيء خرافي، يعني انت ما تتكلم انه تحتاج سوبر كمبيوتر اساس تسوي الشغله، تحتاج ان انت تعلم الاله شلون تتصرف، الاله بتتصرف وايد بسرعه. اوكي. وانا بعد اقول لك، يعني بعد فهمت ان هم اي بي ام، اعتقد هم اللي يعني هو كانت فكره احد وبعدين ضموه الى شركه اي بي ام. الديب مايند قلت لي، ولا ديب بلو اسمه؟ ديب بلو، ديب بلو البرودكت مالهم. يس، ففي النهايه اعتقد هو اللاعب نفسه بعد اكتشف ان ترى هذه هذا الروبوت او الاي اي شلون قاعد يتعلم، ف يعني غير استراتيجيته عشان، لانه هو فهم انه شلون هذا قاعد يتعلم. وكذا مره قدر يفوز عليه، بس في النهايه الروبوت يعني او الاي اي قدر يطلبه. يعني في شغله علي اذا تدورها اونلاين وايد معروفه في الفيديو مال لعبه الجو، زين، اكتب في الجوجل اذا مداك المره، او في اليوتيوب موف 37 اللي هي الحركه رقم 37، انزين، الموف 37 صوتي ضعيف يقولون البطل. اوكي نعم، اي انا صوتي ضعيف يقولون، اي ما في مانع، انزين، بطل العالم مال الجو، انزين، كل الاوالم اللي يلعبون الجو يدرون ان في خطوه معينه اذا تسويها انت في لعبه الجو اللي هي لعبه يعني على الطاوله، معناته انت قاعد تسوي خطوه جدا جدا خطيره، وفي احتمال يعود ان انت ما تفوز. الاي اي يوم يلعب ويا ذي البطل العالم مال الجو سوى خطوه اللي يسوونها الموف 37، فاللاعب الحقيقي الانسان هاي البطل العالم حاط يده على راسه
وقام خذ له بريك، قام برا يشرب جيجاره، كنا ما ادري كنا جيجاره، قاعد يفكر يقول يعني هاي من صدق اخذ الخطوه ضدي انا، انه 100% متاكد انه بيغلبني، تعرف كنا الاي اي قاعد يقول انه انا بصمك صمم مهما تحاول، والصدق في نهايه المباراه غلبه. فاقول لك في شغلات شويه تخلي الواحد يستغرب، لان يعني الذكاء الاصطناعي الفكره منه انك تحاول تاخذ الذكاء مال البشر وتخلي الماكينه تتعلم منه، وبعدين بروحها تقدر تطور هاي الفكره. زين، في وايد مضحكون اللي يقول لك انه مثلا الاله عمرها ما بتصير اذكى من الانسان. زين، ليش الواحد يتسرع ويقول هالكلام اذا ما متاكد منه؟ اذا نفسهم العلماء مال الذكاء الاصطناعي، في عندهم كتاب وايد حلو يسمونه The Architects of Intelligence، مهندسين الذكاء، كل البيج بلايرز اللي في الاندستري اللي في الاكاديميا ذلين قاعدين انزين وحاطين هالتفاصيل في كتاب جدا حلو، كل ما تسمعه رائع. زين، هذولين البلاير البيج بلايرز في هالمجال وبروحهم متفقين. الحين بتي انت اللي مالك في الغنم تيز بتقعد تقول حق الاوادم ان دار لا ما بيحكمونا. زين، فاقول لك مضحك شلون كل واحد طريقته مختلفه حق تقبل الموضوع. عشان كذي اعتقد العبقري الحالي اللي عندنا ايلون ماسك متخوف، مو متخوف بس انه عنده رؤيه يقول ترى مستقبلا ممكن، يعني ممكن يكون مضر او ما ادري شلون، يعني شنو تفكيره هو. هو نظرته مختلفه. اي هو عندك ايلون ماسك باي ذا واي عنده مقابله وايد معروفه حاطينها على اليوتيوب لازم تشوفها، يوم يقعد يا جاك ما مال علي بابا. زين، شفته اللي ضحك حد شنو، ان اثنيناتهم يعني بليونيرز، كل واحد في مخباه كم من زي، كل واحد في حسابه عكس بعض صايرين بالضبط نفس اللي قلته. زين، اكستريملي غير عن بعض. جاك ما يحلف ان الذكاء الاصطناعي عمره ما بيوصل حق الانسان. زين، وهذاك من كثر ما انه يحترم انه الرجال موصل في البزنس لين، تحس هني ايلون ماسك ميود روحه يبي يقط عليه كلمه بس ميود روحه. زين، كل ما يتحكى ذاك يبي يقط كلمه كذي يسوي، ولين يتحكى ايلون ماسك يقول لهم ترى انتم الحين لازم تفهمون ترى شنو الذكاء الاصطناعي قادر عليه، انتم ما يصير تاخذون قرار بدون ما تشوفون واتس يعني شنو قاعد يصير. يعني شنو تقدر تسوي؟ عندك بعطيك مثال، في برنامج، مو برنامج، يسمونه نموذج. زين، اللي شغالين في المجال الذكاء الاصطناعي يعرفون اذا تسوي تصمم سيستم بالذكاء الاصطناعي شو يسمونه؟ يسمونه موديل بالانجليزي، موديل، او بالعربي نموذج. يعني ان نصمم مثلا سيستم يقدر يتعرف على امين او علي، نقدر نسميه نموذج، نسوي لك سيستم يعرف كم قيمه البيت يسعره لك مثلا، نسميه نموذج. ففي نموذج وايد معروف يا جماعه، من سواه الشركه اللي اسمها اوبن اي اي. طبعا اوبن اي اي ما كانت شركه، كانت هيئه يسمونها نون بروفيت، يعني ما تاخذ بيزات على الاوادم. هذول الجماعه عقب فتره سووا بروجكت حد فظيع. زين، شو يسمونه؟ يسمونه جي بي تي 3. انصح الاوادم يدورونه، اسمه جي بي جي بي بي از ان بيتر بان تي 3. شو يسوي ذي هاي البروجكت؟ خذوا ذي الشركه تقريبا دفعوا عليه اذا مو غلطان 13 مليون دولار. طبعا المبلغ وين راح؟ ما شروا فيه شيء، المبلغ دفعوه على الكلاود اكسبنسز مالتهم، المصاريف مالت الكلاود، على اساس يدربون السيستم على الذكاء الاصطناعي، على اساس يعطونا المعلومات دي ويبدي يتعلم منها. شنو في سووا في الجي بي تي 3؟ اعطوه معلومات عن البشريه، الفلسفي، خلوه يقرا الويكيبيديا، خلوه يقرا كتب. انت متخيل علي، يعني لو انا وياك الحين نقعد، لو بنعيش كل واحد فينا مثلا 300 سنه، كم كتاب انا وياك بنخلص؟ واللي عنده عيال واللي عنده مشاغل ما بيمدينا نخلص وايد اشياء. لا، فلازم نختار احنا بالضبط شو نسوي. الجي بي تي 3 بس قاعد البرنامج ويحفظونه، يعطونه يزغبونه في السوالف. زين، يجي لك انسان كنا شنو كنا خبره في كل شيء، قاري في الفلسفي في اي. فالحين شنو سووا ذن الجماعه من الشغلات الحلوه؟ سووا ان هاي السيرفيس اللي اسمه جي بي تي 3 يسمحون حق الاوادم اللي نفسي ونفسك يسالونه سؤال، طبعا تدفع مبلغ ويجاوبك هو من عنده، زي من الاشياء اللي سواها. اوكي، فايش اسوي الحين؟ انا قدمت على اني استعمل السيستم من قبل، فما كانوا فاتحينه حق كلمه، فاتحينه بيتا، قدمت عليه تقريبا اكثر من 6 شهور، توهم قبل 4 اسابيع تقريبا او 3 اسابيع معطيني اكسس عليه. زين، فقال اجرب. اقول لك اذا تساله تحس ان انسان فاهم يجاوبك. ساعات اساله اسئله غريبه كذي، اساله زين اقول ايش رايك في الكابيتاليزم فيرسس مثلا الماركت، يعني اقصد الرأسمالية ضد مثلا الكومينيزم او السوشياليزم، عرفت قصدي؟ زين، ويجاوبني اجوبة يعني فظيع، يقول لك شوف انت تغير السيستم كيفك. زين، بس ترى عاد ان هالسيستم يخترب عليك زيادة.
ساعات اقول له مثلا واحده من السوالف اللي اسويها، اقول له مثلا البحرين في تطوير الالعاب مشكلتها، واقول له كمل الجمله عني، يقول لي لان مثلا ما في انفستمنت في ذي الحاجي. خرافي. زين، ماخذ لي اكثر من سكرين شوت بنزلهم ان شاء الله على الانستغرام. بس في عندي في الانستغرام انا حاط صوره واحده بس اذا مو غلطان، بتشوفونها في الانستغرام مالي، كاتب سؤال انا نسيت عن الكابيتاليزم، وقام يجاوبني، حطيت محادثتي وياه في الليل. زين، حد كان فظيع. واذا تساله مثلا اسئله ساعات صعبه على اساس الاوادم يقدرون ايش قد الذكاء الاصطناعي غريب. الحين بعطيك سؤال انا علي، انت الحين قدامي، انت بشر المفروض انت اذكى من الماكينه، هاي الكلام اللي ينقال صح ولا لا؟ اوكي. خلينا الحين نسالك ونشوف اذا هالكلام صدق ولا خرطي. اذا سالتك وقلت لك اذا قلت لك جواب وقلت لك ابيك تعطيني السؤال ماله، بنشوف ايش قد ذكي. اذا قلت لك 42، شنو تقدر تقول لي السؤال مال هالجواب؟ شنو 2 زائد 2 زائد؟ لا انا عندي لي سؤال، عندي سؤال في بالي الحين، الجواب ماله 42. اوكي، اذا سالتك الحين في مخي الجواب مال سؤال معين 42، شنو السؤال اللي في بالي؟ تقدر تعرف سؤال في بالك انت؟ في سؤال في بالي الجواب ماله 42، 42. شنو السؤال اللي في بالي؟ تقدر تعرف شنو السؤال؟ انا ممكن الف من عندي بس اللي في بالك ما لا انا مو اقصدنا، يعني شوف شنو داخل مخي. انا ابيك انت الحين اذا واحد مثلا مطلع على وايد امور بيعرف ان 42 في واحدة من الكتب اللي معروفة اللي هو يسمونها The Hitchhiker's Guide to the Galaxy، كتاب وايد معروف. Okay. 42 مكتوب عليه، مكتوب هو الجواب حق سؤال ما هو معنى الحياة؟ What is the meaning of life؟ Okay. انت ما بتعرف هالجواب الا اذا انت مطلع على وايد اشياء، عندك اطلاع يعني خبرة في وايد اشياء، فتعرف انه اوه 42 يقصد the meaning of life. لان في وايد اجوبة يمكن يقولها الانسان، يمكن مثل ما قالوا الشباب عدد الكروموسومات مال الانسان زين، او هذا طبعا تضربها في 2 تقريبا. او اذا انت مثلا تقول 41 زائد 1 مثلا، ففي اكثر من جواب اقدر اقوله على اساس اي جيت باي. بس الجواب السليم 42 اللي هو جواب هيتش هايكرز جايد تو ذا جالكسي، اللي هو ما هو معنى الحياه. اللي بيوصله لك الذكاء الصناعي من كثر ما عنده اطلاع على وايد اشياء ومن السياق يقدر يفهم انت ايش تبي تسوي، يقدر يعطيك بعض الاجوبه اللي تناسبك من ضمن هذه الموضوع. انزين، فطبعا هذه الجي بي تي 3 اللي قاعد اتكلم عنها، انا ما نسيت دخلنا للموضوع، بس حبيت اقول لك ان الحين متوفر يعني از ا بروجرامر. اوكي، بعطيك اخر مثال بعد على اساس انه ما شو اسمه ما اشلخك واخذ الوقت عنك كامل. لا اوكي، عندنا ساعه ما عليك. تمام. طبعا في اوادم يسوون ابس صح ولا لا؟ في عندنا موبايل ابس وفي عندنا مبرمجين. واحنا من اكثر الشغلات اللي تعور الراس اتليست حقي انا كمبرمج، ان انا ساعات اي اكسبيرمنت، يعني مثلا اذا بغيت اسوي موقع او بغيت اسوي ابلكيشن لازم اسوي دراج اند دروب حق الشغلات، اكتب كود معين على اساس الديزاين اللي ابغيه انا يصير على الشاشه. اللي شغالين في مجال البرمجه او مو بالبرمجه، خلينا نقول ديزاين ويب ديزاين، شغالين على شغله يسمونها الاتش تي ام ال، لغه الاتش تي ام ال حق الديزاين. وفي عندنا شغله يسمونها السي اس اس والجافا سكريبت، ثري لانجويجز يستعملهم عاده الويب ديزاينر إذا بغى يصمم له موقع أو صفحة. الحين أنت لو مثلاً بتقول حق شخص زين أبيك تصمم لي موقع يشبه الجوجل وكذي وبلونه أحمر وبيحبه في النص لونه أزرق وخلي علامة على اليسار اللوجو مالي، بتنتظر الريال يسوي لك الشغل ويعطيك الديزاين صح ولا لا؟ بيعطيك الديزاين باللغات اللي قلت لك إياها. في أبليكيشن مسوينه على الجي بي تي 3 اللي توني قايل لك إياه، لأن الجي بي تي 3 شايف إيش قد كود في حياته، إيش قد شايف برامج، اذا تقول له سوي لي ديزاين ابيك تحط جوجل في النص وعلى اليسار حبه وعلى اليمين، يعطيك الديزاين وما يعطيك صوره، يعطيك الاكتوال كود اللي تقدر تستعمله في البرنامج مالك. أوكي. متخيل انت علي؟ يعني حتى في الابلكيشن ديزاين ما تحتاج تقول حق واحد عطني افكار كذي، تقدر بس تكتبهم بالانجليزي والبرنامج هو بروحه يعطيك الديزاين. متخيل انت؟ زين، او تقدر مثلا أقطع كلامك بالخير في علي، يعني مثلا تقدر تسوي شغلات غريبة حق الإنسان، مثلا تقدر تقول جوجل سيرش انجن كومباني، تقدر تقول مثلا مايكروسوفت ان اوبريتنج سيستم فندر وذ كلاود سبورت مثلا، او كلاود سيستم شيء كذي، تكتب الامور. لان تكتب مثلا انفينيت وير وتقول حق الاي اي كمل، بروحه بيفهم من السياق شنو قاعد تسوي وبيكتب لك تحت شركه ذكاء صناعي سواها امين فرضا، بيفهم من السياق انت شو تقصد وبيكمل لك الداتا مالتك. متخيل انت؟
اكستريملي فظيع، ولا ايش رايك؟ دشيت موقع اللي مثلا تعطيه جمله جملتين، اذا انت حاب تكتب مقال مثلا، فبس الجملتين هذه ممكن هو يسوي لك مقال بنفسه. فهذه جربتها بالضبط. شيء عجيب هذه في صراحه. جارديان باي ذا واي، عندك مثلا الجارديان اذا مر عليك، اللي هي جريده الجارديان، اوكي سووا اكسبيرمنت. طبعا انا حاطه في واحده من السلايد اليوم، التوكس اللي قدمت واحده من التوكس اليوم، قدمت واحده ويبدا الموضوع. كنت اوكي كاتب ان نزلوا ارتكل تقريبا 6 صفحات او 4 في الحدود، يعني كاتب وايد يعني زين، لين تنزل تحت يقول لك ترى اللي كتب ذا المقال مو انسان، ذكاء اصطناعي زين. وان تقرا النحو والسبيلنج وكل التفاصيل ما تبين لك انه انسان كاتبه زين، يعني خرافي. يعني هذه من الشغلات اللي تخرع العوالم، خصوصا في موضوع التصويت اللي صار على حزه امريكا زين، طبعا على ايام دونالد ترامب رابعه. صارت هبه ان كل مين بدا ينشر الفيك نيوز، اذا مر عليك الاخبار اللي مو سليمه اوكي زين. فطبعا شلون الاول بداوا يقدرون يسوون ذا الحكي بالفوليوم العود، ما خلوا بشر بس يكتبون اخبار، حتى الذكاء الاصطناعي نفسه سهل انه يسوي لك جنريشن حق كونتنت فيك، عارف قصدي؟ فكانوا يستعملونه حتى في سوالف مو زينه، عارف قصدي؟ فهذا بواصله، لكنه يعني من كثر ما هو تعتبر اداه خطيره، تقدر تستعمله في اشياء زينه ومو زينه، نفس الانترنت، تقدر تستعمله في اشياء زينه او شينه، عارف قصدي؟ زين. و اذا قلنا احنا في البحرين عندنا، ما بقول لك يعني قول لي اسم الشركه، بس اعطيك تعطينا فكره من شركات اللي ما كانت تستخدم الاي اي واليوم قامت تستخدم، وشنو اللي يعني شنو التغيير اللي صار في الشركه؟ اوكي شوف، احنا من الشغلات اللي نسويها يعني في انفينيت وير، انا طبعا ما اذا قلت لك اشتغلت في بنوك تقريبا اكثر من 10 سنين، فاشتغلت از اي سيستم انتجريتر، اشتغلت سايبر سكيورتي، اشتغلت في وايد شغلات في مجال اي تي بالخصوص. بس طبعا من تجربتي مريت على وايد تخصصات، شفت شو يسوون البنوك، طبعا 10 years is not an easy time. فاللي عارفه ان الشركات العوده بالخصوص وايد عندها وهجه توصل حق المعلومات اللي تبغيها او تطبيق بعض الشغلات. بعطيك مثال، في واحده من البنوك اللي اشتغلت فيها، اذا بغيت ان انت مثلا تطالع البالانس مال كاستمر لازم تدش لك على 4 صفحات او ساعات 5 صفحات. ترى هاي الوقت اذا بتحسبه على عدد الكاستمرز عندك وعدد الشغل اللي تسويه بير داي، يضيع الوقت مالك، يعني كم ساعه انت قاعد تضيع، يمكن ساعه او ساعتين بير داي بس على هالمسخره ذي الوقت المقطع هني هناك زين. فشنو سوينا احنا بذيك الحازه؟ طلعت ببرودكت يسمونه كوفريا، اللي هو تشات بوت انترنال داخل البنوك، تراك باي تشات بوت زين، ويتركب داخل البنوك وما له علاقه بالانترنت. ففي هاي الحاله قاعد انا اي ميت ذير ستاندردز اند ريكويرمنتس، انه ما عندهم شيء على الانترنت، فما عندهم مشكله ويا الكونفدينشياليتي مال الداتا والخصوصيه والسيكرسي، ويقدرون يسالون الشات بوت مالنا، وعن طريق الشات بوت يقدر يجيب لهم شغلات مثلا من السيستمز اللي اوريدي عندهم. فكنا كنا انا قاعد اكلمك عليه الحين، كنا قاعد اقول لك انزين كم الشخص عنده في حسابه، تقوم تجاوبني بدون ما انا اعور راسي وادش مليون الف صفحه. اقدر اقول لك مثلا انزين هاي السيستم ابيك تسوي له شت داون فرضا، هاي السيستم ابيك تسوي له مثلا تسوي له كوبي او سلام مايجريشن. في الفكره ان بدل ما اخلي الاوادم يتعقدون ويدشون على 1000 سيستم ولازم يتعرفون على هذه الامور، تقدر تكتب حق البرنامج بلغه الانجليزي، طبعا بالانجليزيه اقصد بالانجليزي، تقدر تكتب الشغله اللي تبغيها، وحتى لو الجرامر مالك مكسر، النحو مالك مو مضبوط، بعد الذكاء الاصطناعي يفهم انت شنو تقصد زين. فهذه واحده من الشغلات اللي انا اشوفها الحين ليتلي الاوادم وايد داشين عليها هبه، يبون تشات بوتس، يبون باورد باي اي اي. شفنا اوادم يسوون سبيكيليشن، تعاملنا مع شركات الاتصالات مثل ما قلت لك، في بعضهم يبون يعرفون انه اذا مثلا الكاستمر مالهم يمكن يطلع من البزنس مالهم يمكن عقب 3 شهور، عقب شهرين اذا مو مرتاح من البزنس، فعندهم نموذج او يسمونه طبعا موديل، يسمونه التشيرن موديل، معروف جدا ان انت تقدر من البيانات اللي عندك تعرف يمكن البيهيفير مال الشخص او الكاستمر انه بيطلع مثلا الشهر الجاي او شهرين. ف when they know هاي الامور they can شنو يقدرون شنو يسوون، يقدرون يعطونك مثلا جوائز وهدايا وهالخرابيط ذي كلها على اساس يقعدونك شويه، فهذه شويه يساعدهم. من الشغلات اللي بعد سويناها ويا اكثر من كاستمر اللي تعطيك مور يوز كيسز، نستعمل السي سي تي في كاميرز مثلا اللي يحطونها في المحلات. اوكي فاذا انت دوش مثلا على كاستمر ريبريزنتيف اوفيس مثلا كانك رايح حق كاستمر سيرفيس، نصورك وانت دوش، نصورك وانت طالع، فنسوي مقارنه بوجهك في الطلعه والداخله زين،
اذا يبين انه متشقق ومستانس امورك زينه، اذا حد لاعب شابلك ومتضايق من الدنيا معناته الاخ اللي تعامل معك ما ضبط الشغله. فشن نسوي؟ عن طريق الذكاء الصناعي نقدر نعرف الديفرنس ونعطيك يعني بس من الفيس ريكوجنيشن، من الفيس جيستر يس، نقدر نعرف متضايق بيتهاوش زعلان فرحان، حتى عمره الجنس ماله، حاط له ميك اب، حتى لو ريال حاط له ميك اب بعد نقدر نصيده زين. وشنو حتى في الطالعه نقدر نسوي؟ نحط لك كيوسك فيطلع لك انه ترى اوكي قبل لا تطلع ايش رايك تاخذ لك الهديه شيء ب 10 دينار مثلا. في بعض الاوانم يقول لك اوه 10 دينار والله زينك اعطوني هديه بقعد زياده انزين. فهاي التبس اند تريكس يو كان ريلي ريلاي على المشين ليرنينج والذكاء الاصطناعي تو اد فاليو حق بعض الشركات، عرفت قصدي؟ فذيس از بعض الاكسبيرينس اللي سويناها. ف يعني مثلا شنو حجم هالشركات؟ يعني بس الشركات الكبيره اللي مثلا تبي تضيف شيء اكسترا حق الكاستمر، ولا حتى في شركات يعني باستخدام الاي اي يعني صار عندها مثلا increase in profitability؟ يعني مثلا of course يعني of مثلا course شوف المثال اللي اعطيتني يعني ممكن نقول هاي customer satisfaction ممكن ياثر نعم. بالprofitability بس مو بشكل مباشر، بس انا اتكلم عن شيء مباشر يعني. Of course, of course. شوف انت اذا بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي you can hire it او مثلا نقول you can deploy it in multiple places. تقدر يا شغله في الكاستمر سيرفيس ومن المحلات المناسبه حقه، تقدر تسوي مثلا حق اذا بغيت بعطيك مثال على اساس تقدر الشغل. طبعا الحين في اكثر من قسم في الحكومه هنا في البحرين قاعدين يحاولون بشكل جدا كبير انهم يضيفون الذكاء الاصطناعي على اساس يخدمهم. اوكي يعني مثلا بعطيك مثال الحين تمكين عندها وايد بيانات صح ولا لا؟ عندها معلومات فاينانشال، عندها معلومات كم واحد في الشركه، الهايرنج وذا ديتيلز. تخيل انت كشركه خلينا نقول مثلا عندك 10 تيمز، تيم يمول مثلا التكنولوجي، تيم يمول البزنس، تيم يمول ذي، وتيم يمول ذاك. ساعات الكاستمر سيرفيس اللي اول واحد يمول الانكوير اذا الانكوير تيك من اليوزر يعني لازم تقراها على اساس تعرف هل هذه كومبلين، هل هذه موجهه حق الاي تي، هل هي موجهه حق مثلا قسم السيلز. بعدين مانولي يسوي اساين حق التيكت حق ذي الشخص صح ولا لا؟ زين في برامج الحين يوزنج الاي اي من يجي لك الايميل او تجي لك الداتا حسب من منصه معينه سواء تويتر او فيسبوك او وات ايفر ات از، تقدر تسوي لها اناليسيس في سبليت سكند واعرف ان ذي الريال مثلا يتحلطم عن الخط ماله مال الفايبر مثلا، دايركت تفتح التيكت وحولها حق الاي تي. النوعيه من الانتجريشنز مو صعبه وفي شركات قاعدين يشتغلون عليها. ففي شغلات حق الشركات العوده، الشركات الصغيره تقدر تبدي حتى بدون ما تسوي انفستمنت في البيانات. يعني مثلا شفت الحين مايكروسوفت مثلا عندها شغله وايد حلوه يسمونها مايكروسوفت كوجنيتيف سيرفيسز اللي هي خدمات مايكروسوفت الادراكيه بالعربي. والفكره منها ان انت لو بتسوي برنامج ما عليك الا تشبك على شغله عند مايكروسوفت يسمونها الاي بي اي مالتهم، اذا مر عليك في البرمجه شيء يسمونه الاي بي اي اللي هي معناته الابلكيشن بروجرامينج انترفيس. حق الاوادم اللي ما لهم في الديفلوبمنت لا تعاونوا راسكم، بس الفكره ان كنا نقول مايكروسوفت مسويت لك وايد شغل وتسمح لك ان تسوي برنامج وتستفيد من خدماتهم عن طريق البرنامج مالك، يعني تقدر تسوي انتجريشن على راحتك. فواحده من خدماتهم الحلوه ان انت عادي تصور صوره وتطرشها لهم عن طريق الابلكيشن مالك حق الشغله اللي يسمونها الاي بي اي، ويقدرون يعطونك الريزلت ان هاي الريال زعلان، هاي بنيه، هاي واحد عمره 50 وذي. فتخيل حجم البرامج اللي تقدر تسويها حتى لو ما لك في الارتفيشال انتليجنس. زين ما عليك الا تاخذ صوره بالكاميرا تطرشها حق الاي بي اي تحصل الريزلت وتقدر بعدين تستعمله ان اي بزنس يوز كيس. فمثل ما قلت لك يعني البارير اوف انتري على اساس انت تدش المجال جدا نازل. طبعا كان قبل وايد اصعب، قبل لازم تفهم في لغه مثل البايثون، لازم لك في الرياضيات، لك لازم في البرمجه وتفهم الداتا. الحين الموضوع صار اكستريملي ستريم لاين، حتى اللي ما يدري شو السالفه يقدر يسوي دراج اند دروب كم من برنامج، انت خلاص عندك برودكت صغير يو كان سيل حق سمول كومبانيز. طيب زين نبي بعد نتعرف عن شركتك الانفينيتي وور اكثر، يعني انا كصاحب مشروع او اي جهه شلون ممكن انفينيتي وور راح تفيدني يعني في مشروع؟ اوكي في البزنس مال انفينيت وير عندنا طبعا اي نعم انفينيت وير في عندنا اكثر من سيرفيس. زين بشكل عام عندنا اول شيء ديفلوبمنت، في احنا بحكم ان مجالنا الذكاء الاصطناعي احنا مو براد، احنا ما نسوي كل شيء، متخصصين بس في الذكاء الاصطناعي. اوكي فاذا تبغي نسوي لك
ماشين ليرنينج موديل مثل ما قلت لك، اللي هو نموذج حق الذكاء الاصطناعي. يعني انت مثلا خلينا نقول اوريدي عندك مبرمجين بس متوهقين، يبون يحطون ذي السبيسيفيك بارت اللي لها علاقه بالذكاء الاصطناعي، وي بيلد ات فور يو، نسوي لك ذي الكلام ونساعدك مثلا يو ديبلويت على الكلاود. الحين طبعا البحرين عندنا ذي الكلاود فيرست بوليسي، اذا مرت عليك، مالت رئيس الوزراء. انزين رئيس الوزراء الحين طالب من من الحكومه والوزارات كلهم ان يحطون شغلاتهم على الكلاود، على امازون ويب سيرفيسز، لان امازون ويب سيرفيسز الحين موجودين في البحرين، صح ولا لا؟ صح. ف وايد منهم ما يعرفون شلون ياخذون البرامج مالتهم، من ضمنها مين؟ من ضمنها حتى المشين ليرنينج مودلز، النموذج النماذج مالت الذكاء الاصطناعي، ما يعرفون يسوون لها ديبلوي على الكلاود. احنا وي دو هاي الاسبكت بعد غير ذي، لان حتى في السيميليشن اذا مثلا انت قاعد تحاول تعرف البيهيفير مال اللاعب مالك، تبي مثلا يو سبيكيوليت او تحاول تعرف ايش بيسوي الخطوه الجايه. ففي عندنا اكثر من برودكت، في اكثر عندنا اكثر من سيرفيسز، اكثر من سيرفيس. بس ان جنرال من اللي قاعد نلاحظ ان في وايد اوادم ما يعرفون شلون يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي، فحتى نسوي لهم تريننج. يعني اذا بدش الموقع مالنا، اذا حاب ادش على infinitewear.com، بعدين بكتب لكم ان شاء الله نهايه السيشن. بس ندش على infinitewear.com بتشوف في عندنا تريننج، في عندنا سيرفيسز وعندنا برودكتس. انا شخصيا دائما اقول ذا الكلام وين ما اروح، I don't like services، لأن services they don't scale well. يعني وايد فيهم هدك. بس when you build the products، the product يبيع نفسه إذا يكون products زين. من كذي إحنا وايد مركزين على مين؟ مركزين على the product مال اللي هو الشات بوت اللي نسميه كوفريا. لأن صممناه مرة وقاعدين نعدله حق كل كاستمر حسب احتياجاته. في بعض الكاستمرز مثلا بنوك، في كاستمرز مثلا شو يقول لك؟ يقول لك إحنا مو بنك، إحنا مثلا عندنا موقع على الإنترنت. أو مثلا الشركة تقول بالضبط، مثلا تخيل انت الحين بتروح محل عنده كاتالوج هيوج، كاتالوج ريلي ريلي هيوج، انت شلون تحصل الشغله اللي تبغيها؟ مثلا في مكان نفس امازون عندك 1000 ايتم، صح ولا لا؟ يو ويل هاف تو يوز السيرش. بس ساعات السيرش يعني انت تبي تتكلم مع واحد على اساس تفهمه، مثلا الشغله اتذكر فانيله لونها احمر، واتذكر على اليمين شغله شيء شيء، لان يو ونت تو هاي نوعيه من كونفرسيشن، يو نيد تو توك وذ تشات بوت، صح؟ او انسان اتليست. فالشات بوت يفهم انت ايش تبغي وبيلدز انفورميشن يجيب لك الداتا. ففي اكثر من يوز كيس، بس ان جنرال كوفري اللي هو البرودكت الشات بوت مالنا ماشي وايد الحمد لله في البحرين وبرا البحرين. اوكي اوكي زين. وبعد شوي موضوع شوي يخص المواضيع اللي انا اتكلم عنها، نسمع عن، ما ادري اذا يعني بشار بعرف رايك يعني اذا انت عندك خلفيه عنها ولا لا، البوت. نعم. يعني في التريدينج في اكيد موضوع الاسهم في هالايام طالعه البوت اللي يقول لك، يعني نفس البوت يسوي تريد عنك، ف هاي طريقته يعني. وهل في فعاليه يعني فعال بشيء ولا؟ شوف بقول لك، من في المشين ليرنينج اخوي علي بشكل عام، الفكره ان انت اوكي، في عندنا في المشين ليرنينج تخصصات وايد طبعا. اف يو وانت جيت تكنيكال ذا بدي شوي ديب، في تخصص يسمونه سوبرفايزد ليرنينج. والفكره من السوبرفايزد ليرنينج اللي هو التعلم بإشراف العربي، ان انت مثل ما قلت لك تاخذ بيانات وايد او تجارب السابقة وتعطيها حق الذكاء الاصطناعي يتعلم منها، وبعدين يقدر يفكر افضل شيء يقدر يسويه من التجارب اللي مرت عليه. كأنك تاخذ تجاربك كإنسان وتعطيها اياه، زين، وتقول لا يلا تصرف مثل ما علمتك. انا دائما اشبه دي الشغلة بشنو، لان كنا عندك ولد مثلا او بنت وقاعد تعلمهم شلون يتعاملون في الدنيا، زين، ففي النهاية كأنك تعطيهم معلومات وتحاول تعطيهم من تجاربك، وبعدين هم اذا جت لهم شغلات في الدنيا بيتصرفون حسب التجارب اللي انت علمتهم اياها، صح ولا لا؟ طبعا بالاضافه حق تجاربهم الخاصه. فهم بالفكره، هذه الفكره ان هم عندهم نموذج مال ذكاء اصطناعي اذا بغينا نفكر فيها بهالزاويه، زين. وطبعا they adjust، قاعدين يعدون النموذج مالهم على كل التجارب اللي تمر عليهم في الدنيا. مثلا خلينا نقول اليوم ما عندك مشكله تسلف احد وتقول له مثلا رد لي المبلغ عقب سنه، باشر تنضرب، زين، تتعلم انه ترى مو لازم اسلف كل واحد في الدنيا، لازم ابدي اتاكد منهم. هذه اضيفه حق تجاربك، فشنك تعدل المشين ليرنينج موديل مالك انه يكون افضل في اختيار الاجوبه. نفس الفكره الروبو ادفايزر تكلم عنهم انت مال التريدنج، اي هذولين وايد منهم مبنيين على تجارب سابقه، زين، خصوصا في ماركت اكستريملي ديفيكولت، ساعات في يعني امبريدكتبيليتي، يعني يو كانت بريدكت ذات ماتش، ساعات ما تقدر، لان الماركت طبعا في هبات خاشنه مثل البيتكوين يرتفع وساعات ينبطح في الارض، زين، في هالتفاصيل الغريبه. ساعات الروبو ادفايزرز ينفعون، بس انا من تجربتي الخاصه ذا نوت اولويز ذا بيست، زين، يعني الهيومن المنت، اي نعم،
فاللي كنت بقول ان ساعات الهيومن element تحتاجه في بعض الانفايرمنتس اللي unpredictable. طبعا في حال مو وايد يعني لحد الحين مقنع في مشاكله في تخصص في المشين ليرنينج يسمونه ري انفورسمنت ليرنينج، والفكره منه ان انت بدل ما تعطي معلومات حق الاي اي وتقول له تصرف، كأنك تفلتر بروحك كذي في انفايرمنت في بيئه وتقول له هاج يمين يسار، تصفع يمين يسار، لما تقعد تتعلم من تجاربك الخاطئه. انزين، فمثال على ذي الاوارم اللي يطورون حق الالعاب الحين صاروا بدل ما انهم يكتبون الكود مال الذكاء الاصطناعي يقدرون يسوون فيرتشوال انفايرمنت، بيئه افتراضيه، ويفلتون الذكاء الاصطناعي داخل ويقول له انزين حاول تلعب اللعبه بروحك، اذا فهمت القوانين بتفوز واذا فزت خبرني. فالشركه مثل ديب ليرنينج اللي تكلمت عنها اللي سوت البروجكت اللي يسمونه اللي لعب ويا البطل مال الجو استعملوا بعد ويا الريينفورسمنت ليرنينج، فخلوا نفس ذي يعني الذكاء الاصطناعي نفس الايجنت يلعب ويا بروحه طبعا يعني يلعب ضد نفسه ليه ما يغلب، وبعدين حطوه ضد بطل العالم. عرفت قصدي؟ فنفس الكونسبت نقدر نطبقه في انفايرمنت صعبه مثل روبو ادفايزرز مثلا، بروبلمز في الدنيا. طبعا في عندنا وايد مشاكل في الدنيا، نقدر نختار المشاكل اللي ما فيها predictability مثلا، ما عندنا enough data، ما عندنا data كفايه نتصرف، نقدر نخلي المشين ليرنينج يهاجش بروحه في virtual environment ليه ما يقدر يحصل الجواب السليم. اخر مثال على اساس هاي الحيثيه توضح، اوبن اي اي عندهم بروجكت وايد حلو، ان تعرف الروبيك كيوبز زين، مر عليك علي روبيك كيوب اللي صار مربعات وتحركه، طبعا هذه اتس ديفيكولت بروبلم حق معظم الاوادم ما يعرفون شلون يعدونه زين. واللي اصعب منه ان احنا الشغلات اللي ناخذها احنا كبشر ما نفتكر، طبعا ما نعرف ايش قد الموضوع صعب ليه لنحاول نسويه مره ثانيه. اذا عندك الروبيك كيوب حركه يدك على اساس تحرك الروبيك كيوب من اكثر الشغلات اللي تعتبر سوفيستيكيتد، تعتبر انيقه جدا يعني اليجنت. حركه يدنا سبحان الله انك شيء مرتب في يدنا، لو عندنا اكثر من جوينت وعندنا ديتيلز وي كان بوش ونغير الديزاين مال يعني اقصد الانجل والاورينتيشن مال الروبيك كيوب. ينبغى اوبن اي اي يعطون نفس السكيل سيت حق اللاب الروبوت، شنو سووا؟ خلوه يجرب بروحه فيرتشوالي داخل انفايرمنت مالت العاب انه يحرك كذي بروحه ليه ما ضبط الديزاين، وخذوا معلوماته او الموديل ماله النموذج وركبوه على ريل فيزيكال هاند، وقدرت هاي الفيزيكال هاند تتحكم في روبيك كيوب بشكل حقيقي. فكنا عندك فيرتشوال انفايرمنت فيها تهاجش حتى الموت، تضمن ان امورك تمشي، وبعدين تجرب اون ذا ريل ثينج. زين، فهاي الفكره بعد نقدر نطبقها يمكن على روبو ادفايزرز. انا اسف طولت عليك في الموضوع، لا بس اللي ابغى اقوله ماري، هل هو نفس الشيء روبو ادفايزر ولا تريدنج بوت؟ يسمونه تريدنج بوت، يعني يدش باللايف تريدنج وهو يسوي تريد عنك. فماري هو يس ولا في بعضهم امبلمنتد، في بعضهم الكود اللي يخليهم يشتغلون ما في ماشين ليرنينج، ما في ذكاء اصطناعي، يعني مثلا في رولز زين والشركات هي اللي مسؤوله عن القوانين اللي مذكوره داخل وشلون يتصرفون ذي الكلام. اوكي، وفي شركات يحاولون يدشون هاي المجال طبعا بوساطه شنو الذكاء الاصطناعي، يحاولون يخلون هذا الشيء يستوي عن طريق الذكاء الاصطناعي، انه يزعم الذكاء الاصطناعي يحاول يتوقع ويسوي الكلام. ايوه، بس انا اللي اقدر اقول لك اياه از فيري كومبليكيتد وات دينجرس. يعني انت ليش بتعطي مثلا البوك مالك حق واحد بتقول له يلا تقدر تدفع 100 دينار الحين، يعني هذا خلص البوك اذا تحس ان الانفستمنت يستاهل. لانه معظم اللي يدشون سامحني قصدي انا بعد ارد في موضوع التريدينج، لان انا احس ان مثلا انت لو مثل ما ذكرت ان بوت او روبوت او اي اي، معناته ان انت تعطيه كذا سيتويشنز امور صارت من قبل وهو يتوقع ان شنو ممكن يصير. اوكي معي اخوي امين سير معاي اخويا مين؟ اعتقد الارسال عنده. طيب نجرب مره ثانيه ندخل معاه. صار عندك مشكله اخوي؟ ها اسمعني اخوي؟ اي اسمعك اوكي. ازاي
اشغلها لان شكل الصوت انقطع. اوكي ما اسمع عليك مره ثواني، اوكي. بس بتعطيني ثواني. اوكي. خذ راحتك. طيب يا جماعة، ما أعتقد راح يمدينا إحنا نسأل أسئلة، بس عندنا فقط 7 دقائق، فنشوف النقاط الباقي اللي كنا نتكلم عنها نخلص إن شاء الله. هلا اخوي علي، تمام الحين أسمعك. أوكي. سموحة مبطل الانترنت. أوه ما عليك. طيب زين زين، فاحنا مثل ما قلت لك، يعني انت قلت لي وذكرت انه اي اي يعني مع في التريدنج تعطي سيبريشن صارت من قبل، بس نعم هذا يعني انا اشوفه، وما ادري انت يعني قول لي هاي الكلام صحيح ولا لا، ان الماركت الستوك ماركت النزول والطلوع هذه اتس هيومن يعني مشاعر. اوكي. وما اعتقد ان حتى other person can predict your يعني feelings. والله انا ما احس ان هذه الشركه او هذا القطاع بينجح او ان فيها مشاكل مثلا، بس شخص اخر عنده راي اخر، فما ادري هل البوت او الاي اي ممكن يتوقع هذا الشيء او لا. شوف هو عالي، اذا انت تشوف اللي الاوادم اللي داشين المشين ليرنينج العالم دي مال الذكاء الاصطناعي، مؤمنين بشغله، مؤمنين اذا عندي قوه كمبيوتر عاليه الشيء الاول ذي، وعندي انف داتا، ولان اتكلم عن انف داتا يعني البيانات عندي اياها، ما اتكلم بس اي بيانات، اتكلم عن البيانات اللي احتاجها صدق، I'll be able to solve اي issue. هاي الاوادم اللي شغالين في المجال الذكاء الاصطناعي مؤمنين بالشغله. فالحين تذكرت موضوع المشاعر، ترى حتى مشاعرك سمها وصج موجوده داخل، بس الانسان ترى بعد مو مقصر، وايد مشاعر يخليها على يخليها برا جسمه. اوكي. اي يعني مثلا انت اللي دش تويتر وكل ما مثلا حبتها واحده وتضايق حط لها مثلا اغنيه، كتب الليركس مال الاغنيه، ترى انت مع enough data you can understand الواحد شو يحس. او مثلا اللي مثلا طلع له مبلغ وكتب في تويتر او كتب حط صوره في الفيسبوك انه ياكل بروحه، مثل ما اقول لك يعني احنا قاعدين نحط more and more information، وهاي البيانات اللي قاعد نحطها ذي يمكن ما لها اهميه بالنسبه لك، بس ترى ويا الخوارزميه الصح والذكاء الاصطناعي العادل، اللي اقصد ويا الكمبيوتيشنال باور، وايد اشياء تستوي. وهاي الحاجه الاوادم طبعا ما يفهمون معناها ليه ما ينضربون صدق. انت يعني لو بتشوفون المشين ليرنينج اللي موجود في فيسبوك والشركات الكبيره، بتطالعون ان عندهم شغله معروفه يسمونها ديجيتال توين. والديجيتال توين هاي نموذج كنا علي، بس عندي علي ديجيتال في كل الشغلات اللي اعرفها عن علي، انه مثلا يحب ياكل مثلا سمك، يحب الصافي، يحب كذي، عرفت التفاصيل دي كلها. انا الكلام شفت فيلم على نتفليكس او اي معروف وايد بالضبط نفس الكلام اللي تقوله، يعني عن صحيح عن السوشيال ميديا بالضبط. نعم يعني ياخذون نموذج ديجيتال، نموذج عنك، يعني يعرفون عنك كل شيء يعني. بالضبط. وهذا يعني هذا اللي هم محتاجينه عشان هم تارجت يو يعني في الادفرتايزنج والماركتنج يعني. أعتقد. صحيح. لا بالضبط، this is their goal. يعني مثلا بتاخذ لك شركه مثل جوجل، جوجل شنو البزنس موديل مالها؟ ترى الحين الاوادم ما يدرون جوجل ترى صدق سيرش انجن، بس it is an ad company، هي شركه للدعايات، فهي تسمح لك حق طبعا الاوادم اللي ينزلون دعايات مو بس في الموقع مالهم، هم عندهم سيرفيس وايد هيوج، مثل ما نقول بنيه تحتيه او انفراستراكشر كبير تو سبورت هالنوعيه من البزنس. فذا واي ذي كان جيت تو يو، على اساس مثلا انت في شغله مره تعرفها علي، انت تدري لان تدش موقع معين وفي عندك على اليمين ساعات الليفت بين او الرايت بين اللي في دعايات تنزل لك ورا بعض، لا انت تدري ايش قد الشركات في سبليت سكند يتهاوشون من ينزل لك الدعايه، كل مين ينزل البت ماله ان ترى لو انا بدفع شويه زياده حط الدعايه. شلون الموضوع يشتغل؟ الموضوع يشتغل انت لما تدش صفحه، الصفحه نفسها تخبر الاد مانجر مالها مثلا ادسنس او اي شيء من الشركات اللي لها علاقه في الادز، ويقولون والله انا عندي واحد مبطل الصفحه مالتي الحزه انزين، وهاي الخواص مال الريال، الريال يحب الهامبا، يحب ياكل كذي، يحب ذي، مين يلا اللي بيتهاوش بينزل الدعايه وبيعطيني بيزات. هاي كله يصير ان سبليت سكند باي ذا واي،
الاندستري مال الاد از ريلي هيوج، وهاي الاوارم ما يدرون عنها. ف يا اتس ان اد بزنس، يعني كل شيء اي شيء تكتبه في جوجل وتمحيه ذي ترى كل شيء يبين للاسف، يعني جود اند باد. اللي يقول لك اكسبت كوكيز، هذا الكوكي اللي ياخذه. هاي الكوكيز سالفه وايد عوده، يعني الكوكيز انت اي كوكي، طبعا حق اللي ما عندهم فكره سالفه الكوكيز، انت الكمبيوتر مالك ان جنرال لان انت تشتغل على موقع، الصفحه اللي قدامك مو بس الصفحه، هي صفحه وفي عندك اكثر من كومبوننت او قد اعطيك من مواقع ثانيه. تذكر مثال اعطيتك اياه دي الثامب باتن مالت الفيسبوك، هذه بلجن انت تركبها داخل الموقع مالك. من تركب هالفيسبوك انك تجيب راس فيسبوك بكبره داخل الصفحه مالتك خلاص. فوين يو اكسبت الكوكيز مال فيسبوك على اساس تشغل البلجن، يو ويل اكسبت باي ديفولت انهم عندهم اكسس حق وات ايفر انت يور دوينج على الويب سايت اللي ماله خاص في فيسبوك. فان انت ترضى باي كوكي وشنو ما ترضى، هاي ترى يعتبر مسؤوليه عوده بشكل عام اذا واحد يخاف من هالسوالف. بس احنا طبعا الكلتشر مالنا مو موجود، فنكست نكست نكست او اكسبت 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 في كل شيء في الدنيا. كمل. اي بعد كلها تقريبا كملنا ساعه، ولان انستغرام تعرف يعني عندنا مجال ساعه فقط. ففي النهايه ابيك تعطي نصيحه حق الشباب اللي متابعين، شباب اللي تو تعرف على اي اي، شنو شلون يتعرف اكثر، وشنو ممكن يكون المستقبل له اذا هو يعني دش في هذا المجال. اوكي طبعا من اسال الاصعب، من اصعب الاسئله، لان لازم يجمع وايد اشياء عن 2 لاينز ولا 3 لاينز. اللي اقدر اقوله طبعا العالم اللي احنا قاعد نعيش فيه قاعد يتغير. يمكن اهلنا قبل ما كانوا يدرون الكمبيوتر بيصير لهالدرجه دش في حياتنا، صح؟ فانا انصح الاوائل مو بس يعرفون حق الجوجل ورابعه، لازم تعلمون لغه برمجه. من اسهل اللغات اللي تقدرون تتعلمون عليها يسمونها البايثون مثلا. اوكي زين، لغات البايثون جدا سهله، وتكتب البرنامج انك تكتب شيء بالانجليزي. ليش هاي شيء مفيد؟ انا ما بك تصير مبرمج خرافي، انا بك بس تفهم شلون الكمبيوتر يشتغل، لان ما تفهم ذي الفكره بتعرف شلون المواقع، الويب سايتس، الابلكيشنز، البرامج، شلون يقدرون ياخذون البيانات، يقدرون شلون يحققون لك اهدافك، زين ساعات اهدافهم بعد في نفس الوقت. اللي ماله في البرمجه ساعات عنده بعض الامور صعب تستوي، بس للسكن تحط يدك ترفع البانيت تشوف داخل الماكينه تقول اي كذي السالفه تشتغل. وغير ذي لازم تفهم اهميه البيانات، يعني الخصوصيه طبعا هاي موضوع انت ويا الكالتشر مالك ثقافتك وقراءتك، بس البيانات مهمه سواء كانت حق بزنس او كانت حق خصوصيتك يعني او اي شيء. انا دائما اقول لاين اخيري في البرزنتيشنز مالي، فبعد بقول هني في السباق مال البزنس، البيانات مالتك يا تخليك تفوز يا تكسر البزنس مالك. وانا خليك عند هاي السطر بروحك تتمخمخ عليه. تمام تمام. انزين، فاول شيء حاب اشكرك يا اخوي امين، اعطيتني من عيوني والله معلومات جدا قيمه. مشكوره على تقبلك للدعوه. من عيوني يا جماعه. امين ينزل على اليوتيوب محتوى مفيد، حتى على يعني مقاطع في الانستغرام عنده، ولكن اليوتيوب ينزل مقاطع كامله في شرح جدا يعني جميل. فانصحكم تدخلون على اليوتيوب موقعه على INFINITEWARE. ايضا في ايضا تقدم تدريب يعني كورس، صحيح امين؟ اكيد اي نعم، كورسات مالين موجودين هناك بعد، موجودين ممكن تدخلون على هذه الكورس تشوفونه. ف وان شاء الله ان شاء الله اكيد راح البث راح يكون محفوظ ان شاء الله. فأشكرك يا أخوي أمين، وأتمنى لك فرصة سعيدة إن شاء الله. مشكور، مع السلامة، تكير.